العارفون بالله سبحانه وتعالى هم قوم اختصهم الله بعناية ورعاية وتأييد حتى جعل لهم نصيبا من معرفة ذاته وصفاته، أي أن هؤلاء القوم قوم عرفوا الله بالله وعرفوا الله بسادة الخلق وعرفوا العالم المنظور والمحسوس واستلهموا وألهموا عن العوالم التي فوق الحس من خلال معرفة ربانية. أنا في كتابي إشراقات ذكرت الآتي: العارفون بالله عرفوا الله بالأشياء، فهم لا يرون إلا الله حيثما نظروا، والعارفون عن الله عرفوا الأشياء بالله، فهم لا يرون إلا بالله حيثما نظروا. وقد يجمع الله لعبد من عباده العرفانين فذلك العرفان. معيدها: العارفون بالله عرفوا الله بالأشياء، فهم لا يرون إلا الله حيثما نظروا، والعارفون عن الله عرفوا الأشياء بالله، فهم لا يرون إلا بالله حيثما نظروا. وقد يجمع الله لعبد العرفانين فذلك العرفان. أولا، العارفون بالله، هؤلاء عرفوا الله بالأشياء استجابة لقوله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء، إلى الأرض، إلى غير ذلك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هؤلاء الذين نظروا في العالم نظرة علم ونظرة قلب ونظرة روح رددوا ما قلته في قصيدة أو في بيتين: لله في الخلق سر جل معناه، فانظر بقلبك تبصر كيف جلاه، في كل شيء براه الله مقتدرا، صوت يقول أنا قد صاغني الله. هذا الصوت الذي ينادي أنا قد صاغني الله، أنا خالق الله، هذا صوت موجود في كل شيء، صوت معنوي، أي أن نظرك إلى الكون، إلى الذرة، إلى المجرة، إلى الانفجار العظيم، إلى ذاتك البشرية، إلى تكوينك الجيني، إلى الحمض النووي، إلى كل شيء سيوصلك إلى أن كل شيء له خالق مشيء له ليس كمثله شيء، خلق الأشياء وليس كالأشياء، واحتاجت إليه الأشياء ولم يحتج إلى الأشياء، وظهرت له الأشياء وانحجب غاب عن الأشياء، لا تراه الأشياء ويراها، لا تدركه ويدركها، لا يعزب عنه شيء ولا يشغله شيء عن شيء، أحاط بكل شيء، أحصى كل شيء، علم كل شيء، قادر على كل شيء، قهر كل شيء، أبدى ما أبدى من الشيء وأخفى ما أخفى من الشيء، وخلق كل شيء من لا شيء على غير شيء سابق أو على غير نموذج من شيء. هذا الخالق البارئ الصانع الفاطر المبدئ المظهر المعيد المحيي القدير القادر المحيط العليم، لما ينظر في ملكوته ينبئ الملكوت عن صاحبه، لما ينظر في خلقه ينبئ الخلق ويخبر ويحدث عن خالقه. وبهذا هؤلاء القوم نظروا إلى هذا الملكوت نظرة شهود ونظرة تعقل تحت بند فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبلغوا مقام علم لا إله إلا الله، فعرفوا الله بآثاره في الأشياء وبتجلي صفاته وعظيم ذاته على ما خلق، فبلغوا مرتبة العارفين بالله. العارفون عن الله، هذا المقام هو مقام قوم حدث الله قلوبهم وأنبأ عقولهم وهداهم، وكان لسانهم الذي ينطقون به وأعينهم التي يبصرون بها، فلما أن بلغوا ذلك المقام
صار نظرهم إلى الأشياء نظرا ربانيا، فهم إذا نظروا إلى شيء غاصوا في عمقه وفهموا كنهه بنور أودعه الله فيهم، فهم عرفوا الأشياء كلها بخالق الأشياء كلها، لأن خالق الأشياء يعرفها ويعرف بها من أراد، علم الإنسان ما لم يعلم. فلما كانوا في ذلك المقام صاروا عارفين عن الله، تتكلم الحضرة على ألسنتهم ويجعل الله لهم نورا ولسان صدق، ويؤتيهم الحكمة وفصل الخطاب، ويجعل لهم نيابة ونوبة من لدنه وخلافة روحية علمية عرفانية يعلمون بها الناس. هذان بابان كبيران للعرفان، باب المعرفة بالله وباب المعرفة عن الله، وهذا تفصيل جميل لا تجدونه في كتاب، إنما هذا عين نموذج مما تكلمنا عنه، أي عين تجل من عرفان رباني، من شيء يلقيه الله في صدر من أراد من خلقه حتى يعبر به عن مقاصد الله سبحانه وتعالى. فإنك لو بحثت في الكتب جميعها لن تجد شيئا مما ذكرت لك، ولن تجد هذه التعريفات. وهذا يدل على أن أمزان السر الإلهي هطالة، وعلى أن الفيوضات الربانية مستمرة، وعلى أن فواتح وشوارق القلوب وبوارق الحقائق وتجليها وتدليها من عند رب العالمين أمر دائم موصول لمن وصل بالموصولين قبله، فالموصول بالموصول موصول، والداخل بالمقبول مقبول، ومعرفة المفتوح عليه فتح، ويحتاج السر سرا لفهمه كما بينا من قبل أيضا في كتاب الإشراقات. فلما عرف وجود عارفين عرفوا عن الله وعرفوا بالله وعرفوا عن الله، كان لزاما أن يكون لهم خلص وتلاميذ يأخذون عنهم. فإذا كثر الطلب على هؤلاء، وإذا احتاج الناس إليهم، فإن ذلك دال على عزيز مكانهم ومكانتهم، وعلى صعوبة العثور عليهم والوصول إليه. فلا يبلغون إلا بالله، لأنهم من عند الله، من فيض الله وجود الله وكرم الله.